السلام عليكم يا شباب، معاكم مرضوع اسمه تمرض. هنستكمل كلامنا عن الثايرويد جلاند. في البدايه ما ننساش ندعي لاخواتنا في غزه، ربنا ينصرهم ويثبتهم، وندعي للدكتور حسين ولي زمت رناد ومحمد السويس منا بالرحمه والمغفره جماعه المسلمين. ان شاء الله النهارده كلامنا عن الهايبو ثايرويدزم، سواء كان الميكسديما او كيراتينيزم، وبعد كده هنتكلم عن الجويتر، وفي الاخر جزء بسيط عن الثايرويد نيبلازم. ان شاء الله هنتابع مع بعض من كتاب دكتور علام، هو يعني اكبر واشمل شويه، وفي الاخر هنقول الفروقات الموجوده في كتاب دكتور مافي بحيث ان احنا ما نكونش سايبين اي حاجه. فعلى بركة الله هبدأ. بسم الله، هبدأ كلامنا بالهايبو ثايرويديزم اللي هو نقص في تكوين الثايرويد هرمون. لو حصل في الكبار هنسميه ميكسديما، ولو حصل في الأطفال هنسميه كيراتينيزم. فدلوقتي لو عايزين نحط تعريف للميكسديما هنقول إن دي حالة هايبو فانكشن أو هايبو أكتيفيتي بتحصل لي الثايرويد جلاند بعد البيبرتي، يعني الثايرويد جلاند ما بتكونش الثايرويد هرمون. طب هو أصلا الثايرويد هرمون ده بيتكون إزاي؟ هو أنا عندي الهايبو سلامس بتطلع تي ار اتش اللي هو الثايرويد ريليزنج هرمون، بتروح تقول للأنتير بيتيوتري طلع الايه تي اس اتش بتاعك، تي اس اتش ده اللي هو الثايرويد ستيميليتنج هرمون. بتروح تقول لي الثايرويد جلاند طلع مين؟ الثايرويد هرمون بتاعي. اي ديفكت في الباسوي ده هيؤدي الى ايه؟ الهايبوثايرويدزم. فلو مشكله في الثايرويد جلاند نفسها هيبقى ايه؟ برايمري ميكسديما. لو مشكله في الانتيرو بيتوري هيبقى ايه؟ سكندري ميكسديما. ولو مشكله في الهايبوثايرويدزم في المشكله في الهايبوثالامس هتبقى ايه؟ تيرشري ميكسديما. يبقى دي اول حاجه بالنسبه للميكسديما اللي هي الايتيولوجي بتاعها. يبقى احنا لو مشكله في البيتيوتري فيلير، مشكله في البيتيوتري جلاند اللي هي ما بتطلعش التي اس اتش بتاعها اللي هو مرض اسمه بان هايبو بيتيوتريزم، هتعملي سكندري ميكسديما. مشكله في الهايبو سلامس ما بتطلعش التي ار اتش، يبقى ايه؟ هتعمل تيرشري ميكسديما. لو مشكله في الثايرويد جلاند نفسها هتبقى حاله برايمري، هتبقى حاله برايمري ميكسديما. هو ايه اللي هيخلي اصلا الثايرويد جلاند ما تطلعش الثايرويد هرمون بتاعها؟ اول حاجه ان هو حصل ايه؟ اتروفي، حصل ضمور للجلاند اللي هو ايه؟ الديوباسيك اتروفي او لاتروجينيك اللي هو مثلا بوست ثايرويدكتومي، اللي هو واحد عنده هايبر ثايرويديزم دخل يعمل سب توتال ثايرويدكتومي بدل ما يشيل جزء من الجلاند نفسها، ايه عمل توتال ثايرويدكتومي ولما يتم تعويضه بعد كده. او ان هو مثلا تعرض للراديو اكتيف ايودين، راديو اكتيف ايودين ده تريتمنت للهايبر ثايرويديزم، بيروح يعمل ديستراكشن للجلاند نفسها وممكن يدخله بعد كده في ايه؟ ميكسديما. بعد كده الانتي ثايرويد دراجز، دي مثلا في بعض الادويه بيكون ليها سايد افكت اللي هو بيكون ليها دايركت توكسيك افكت للثايرويد جلاند، وهنتكلم عن كذا دواء بكذا ايه ميكانيزم يعني. بعد كده الليثيوم، الليثيوم بيأثر على الثايرويد جلاند بكذا طريقه يعني. واحنا عارفين ان عشان اصلا الثايرويد هرمون يتكون بنجيب 140 امينو اسيد اللي هو التيروزين، بنخليهم يكونوا ايه؟ الثايروجلوبين، ماشي؟ وبنجيب الايودين، بنعمل له بعد كده اوكسيديشن، وبعد كده الاوكسيديتد ايودين ده بيروح يتحد مع الثايروجلوبين بيعمل لي 3 ايه والتي 4. ده باختصار طريقه تكوين الثايرويد هرمون يعني. الليثيوم ده ممكن يجي يعني يمنع الابتيك بتاع الايودين ده، او يمنع تكوين، ما يخليش التيروزين ده يكون ايه الثايروجلوبين، او اصلا يمنع الايدريشن بتاع الثايروجلوبين، او في الاخر خالص ينهبت الريليز بتاع ايه 3 والتي 4. ده بالنسبه لي تاثير الليثيوم يعني. بعد كده الامايدو درون، الامايدو درون ده انتي اريثميك دراج بيستخدم في علاج الاريثميا، ده بيبلوك الفورميشن بتاع تي 3 او تي 4، او ان هو اصلا بيطلع كميات كبيره من الايودين بيمبر الايه الثايرويد فانكشن. ده غير ان هو اصلا ليه توكسيك افكت على الايه الثايرويد جلاند. ده بالنسبه للاسباب اللاتروجينيك، او ممكن اصلا يحصل انفكشن للثايرويد جلاند فايرال انفكشن بسميه دي جافانسايوزايتس، ان هو اصلا مفيش ايودين انديميك ايودين ديفيشنسي اللي هو اصلا بيستخدم في تكوين الثايرويد هرمون نفسه، او انه حصل انفلتريشن بواسطه تيومر، ودي اخر جزء في المحاضره اللي هو ثايرويد نيوبلازم، او حصل مرض اسمه ايه هاشيموتو ثايرويدايتس. الهاشيموتو ثايرويدايتس ده مرض اوتو اميون، بيحصل انفلتريشن للثايرويد جلاند بالانتي مايكروزومال انتي بوديز واللينفوسايتس. فدلوقتي لو جيت عملت الثايرويد انتي بوديز هلاقيها بوزيتيف، ولو جيت شفتها تحت الميكروسكوب هلاقي ايه؟ ان هو عنده ايه؟ لينفوسيتيك انفلتريشن. الجلاند بتكون فيرم وسيمتريك انلارجد عشان هي اصلا ايه مرض اوتو ميون، وما بتكونش تندر عشان هو اصلا مش انفلاميشن يعني. في الهاشيموتو ده بيحصل ترانزيانت هايت ثايروتوكسوز اللي هو في الاول خالص بيرتفع الثايرويد هرمون، وبعد كده ايه بيحصل ايه؟ هايبوثايرويديزم.
اللي هو مثلا ممكن الجسم في الاول يكون بيعمل كومبنسيشن او مثلا بيحصل الهايبر اكتيفيتي للثايرويد جلاند، بس في الاخر الهاشيموتو بيتمكن من الغده نفسها وبتدخل في حاله ايه ميكسديم. ده بالنسبه لاول جزئيه معانا اللي هو الايه الاكتيولوجي بتاع الميكسديم. بعد كده هنتكلم عن الكلينيكال بيكتشر، يعتبر ده اكبر جزء يعني في المحاضره. الكلينيكال بيكتشر بتاعت الميكسديما هو غالبا احنا هنقول نفس الكلام اللي قلناه في السيروتوكسوز، بس ايه هنعكسه شويه. الكلينيكال بيكتشر بتاعت الميكسديما معتمد على ايه 3 نظريات. احنا اول حاجه عارفين ان السيروت هرمون بيبقى ميتابوليك هرمون بيتخلص من الميوسين والميوكوبوليسكارايد وكل الميتابوليتس بتاعته، فاحنا بنقول ان احنا هنا عندنا حاله ميكسديما اللي هو سيروت هرمون نفسه قليل، فيحصل اكيوميشن للميوكوبوليسكارايد او يحصل اكيوميشن هو اسمه ايه الميكزيما تيشو. هو اصلا الميكسديما من اسمها كده ان انا عندي اديما، يعني في حاجه ايه هتترسب يعني. فاول ميكانيزم عندي اللي هو ايه اكيوميشن للميكزيما تيشو في كذا مكان من الجسم يعني وكده، فدي هنلاحظها في كلينيكال بيكتشر. تاني حاجه احنا عارفين ان السيروكسين ده يعني ايه هرمون النشاط والحيويه، فده بقى بيساعد بقى في الميتابوليزم ومثلا هيت برودكشن والعمليات الحيويه في الجسم كله. فانا عندي الحالات الميكسيما دي بتدخل فلو بيزا الميتابوليك ريت، يعني بقى داخله ايه مثلا ايه تعبان مش قادر يتحرك مفيش حركه كل حاجه ايه واقفه يعني. فكل حاجه هنقولها في كلينيكال بيكتشر عباره عن ايه عن سلو، مفيش تكوين، حاجه بطيئه كده يعني. تالت ميكانيزم عندي هو احنا عارفين ان السيروكسين بيساعد في الاكسكريشن بتاع الكوليسترول في البايل، فانا دلوقتي ما عنديش سيروكسين فيحصل عندي حاله ايه هايبر كوليسترين. يبقى دول التلات ميكانيزمات اللي احنا هنبني عليهم الايه كلينيكال بيكتشر باختلاف السيستم اللي احنا هنتكلم عنه. فاول حاجه كده هنتكلم ايه عن العيان الجنرال. المريض الميكسديما بتكون اصلا فيميل سن 30 ل 50 سنه. الفيميل دي بتيجي تقول ان انا تخينه برغم ان انا ما باكلش كتير ماشي، وبحب الشتاء وبحب الصيف ماشي وبكره الشتاء، وفي نفس الوقت مثلا ولادها مثلا هيقولوا ان هي نايمه طول الوقت ما بتكلمناش كتير، مثلا بتاخد وقت كتير في التفكير، بس اهم فيتشر بيتكون عليها هو اللي احنا قلنا ده. فاول حاجه هنقول ان هي العينه دي بيكون عندها انتولرنس للكول للجو البارد يعني كده، عشان هي اصلا ما عندهاش ايه هيت برودكشن، مثلا بتبقى تعبانه طول الوقت، عندها مسل ويكنس، بتدخل في جين عشان اصلا ما فيش ميتابوليزم. الفيس بقى الفيتشرز بتاعت الفيس احنا بنقول ان احنا عندنا اكيوميشن للميكزيما تيشو، فهيبدا يترسب على الفيس نفسه، ان هو مثلا هيكون واكسي، هيكون بلوتد، هيكون مش هيكون في اي اكسبريشن. الميكزيما تيشو ده هيبدا يتراكم في الايليدز فيعمل بافي ايليدز. الميكزيما تيشو ده برضو هيروح يترسب تحت في مثلا سبكوتينيوس، فهيبدا يزق الهير فوليكلز فيبدا يعمل هير لوس. فالاوتر سيرد بتاع الاي براو ده بيكون اضعف جزء في الحواجب نفسها، فلما الميكزيما تيشو ده يترسب على يترسب يعني تحت تحت السكن، هيبدا ان هو ايه يحرك الفولكلز فيبدا يعمل ايه هيردوس. بعد كده المالر فلاش في سيك سكن بسبب ايه طبعا الاكيوميشن بتاع الميكزيما تيشو. ريديجليستان ان برضو الميكزيما تيشو بيترسب تحت اللسان فبيخليه ايه كبير كده وجليز. وبعد كده احنا ممكن يكون في كاتركت لان انا عندي اصلا حاله ايه هايبر كوليسترولمي. هو احنا بس ملاحظين احنا كل شويه هنقول ان ايه ده بسبب الاكيوميشن بتاع الايه الميكزيما تيشو. بعد كده ايه احنا ممكن نشوف ايه في الجلاند. والله ده يعني بيعتمد على حاله الثايرويد جلاند نفسها او بيعتمد على الكوز اصلا لعمل ميكسديم. طب احنا بقى لو بنتكلم عن حاله هاشيموتو مثلا او ان انا عندي انفلتريشن للجلاند نفسها، فاول حاجه ان هي تكون ايه اللارج، ده في حاله الهاشيموتو والاندبيك جويتر وال جويتروجينوس سبستنس، لو مثلا حصل انفلتريشن او حصل زياده في حجم الجلاند نفسها عشان ايه تكون منسيت، وهنتكلم على الجويتر بعد كده، او ان مثلا حصل اتروفي في الجلاند نفسها فتبقى اتروفايد، او انه مثلا حصل سب توتال او توتال سيريدوكتومي فهنشوف سكار. وفي مرض اسمه ريدل سيدوريتس ده بيحصل انفلتريشن للجلاند نفسها بفايبرس تيشو فبنسميها ريدلز او وودي سيدوريتس، فهنلاقي ان الجلاند نفسها بتكون ايه هارد وفايبروتيك. طب مثلا لو حصل المرض بتاع الديكافان سيدوريتس اللي هو الفيرال سيدوريتس فهنلاقيها ان هي بتكون ايه تندر. فالحاله السيروت جلاند نفسها بتكون معتمده على ايه على الكوز نفسه. دلوقتي بقى هنتكلم عن تاثير السيروت جلاند تاثير الميكسديما على الايه جينيتال سيستم.
هو في البدايه كده احنا عارفين ان الانتيرور بيتيوتري بتطلع التي اس اتش والال اتش والايه الاف اس اتش، تمام، وبتطلع معاهم ايه البرودكت. دلوقتي انا داخله في حاله ايه، ميكسديما. ميكسديما دي ممكن تكون برايمري او سكندري. احنا هنتخيل مثلا احنا دلوقتي عندنا ايه حاله برايمري ميكسديما، اللي هو تي 3 والتي 4 ما بيتكونوش، فبيحصل زي فيدباك كده، بنروح نقول للانتيرو بيتيوتري يطلع ايه كميه اكبر من الايه تي اس اتش. فالانتيرو بيتيوتري مش هتطلع تي اس اتش بس، هتطلع معاه ال اتش والايه والاف اس اتش. ال اتش والاف اس اتش لما بيزيدوا الفيميل بتدخل في حاله ايه من راجيا، اللي هو المستريشن بتاعتها بتكون ايه كبيره يعني، او ان هو مثلا البرولاكتين بيزيد فيعمل يدخل في حاله ايه جلاكتوريا. جلاكتوريا دي اللي هو بيحصل لاكتيشن في نون، يعني بيحصل ميلك برودكشن في النون لاكتيتنج وومن، او ان اصلا البرولاكتين ده معتمد على او بيكون مسؤول على الفيرتيليتي. فلما بيحصل هايبر برولاكتينيميا بسبب الفيدباك بتاع التي ار اتش، هيدخل الفيميل هتدخل في حاله جلاكتوريا وسيرتيليتي. طب لو الحاله دي حصلت في الميل، احنا قلنا ان هو هيحصل امبوتنس وجينيكوماستيا بسبب الايفكت بتاع الايه البرولاكتين هرمون. ده بالنسبه لي الجينيتال سيستم. احنا قلنا ان في حاله الميكسديما كل حاجه هتكون بطيئه وبراحتها شويه، فبالنسبه برضو لحركه البريستاسيس بتاعه الانتست نفسها هتكون بطيئه. فهيحصل اول حاجه هيحصل لو موتاليتي اللي هو ايه كونستيبيشن، ويعتبر دي من اهم الاعراض اللي بيجي بيها الايه البيشنت نفسه. ان هي مثلا العيانه دي بتقول ان انا عندي برولونج كونستيبيشن لدرجه ان هي اصلا عشان الدنيا تمشي يعني كده بتستخدم الايه الانما نفسها، فبتدخل في حاله كونستيبيشن و سلو ابزوربشن، ودي ممكن تعمل ايه ستراتوريا اللي هو ايه اكيوميشن بتاع الفات نفسه. او احنا كده عايزين نقول مع بعض حاجه، هو دلوقتي انا بقول ان انا عندي ايه مفيش سيروكس، بالتالي بيحصل لو موتاليتي في الايه في الانتستين. لو موتاليتي في الانتستين بتعمل ايه كونسبتيشن يعني ان كده. فالتراكم التراكم الكونسبتيشن نفسه او البرولنج ده بيعمل ايه بكتيريال اوفر جروث. البكتيريا اوفر جروث ده ممكن تدخلني في مال ابزوربشن سيندروم. هتفرق معايا ان انا اقول ان بيحصل عندي مال ابزوربشن سيندروم، انه مثلا بيحصل ابزوربشن للفيتامين بي 12 بواسطه الانترنسك فاكتور. فانا دلوقتي حصل عندي مال ابزوربشن مش همتص البي 12، فهدخل العينه هتدخل في ايه في مجال بلاستيك انيميا او بيركشس انيميا، دي هنقولها بعد كده ايه في الهيماتولوجي. فدي اول حاجه معانا اللي هو تاثير الميكسديم على الانتستين، ان هو ايه هتدخل في حاله ايه كونستيبيشن. تاثيرها بقى على الاستومك، ان هو هيحصل ديسبيبسيا اللي هو صعوبه في الهضم نفسه، او انه الاتش سي ال نفسه هيقل، ودي هتؤدي لايه ايرون ديفيشنسي انيميا. يبقى ده تاني نوع من الانيميا بيتكون عندي اللي هو الايرون ديفيشنسي انيميا والايه الميجالوبلاستيك انيميا. او قلنا ان التنج نفسه هيترص تحته اللي هو المجزبه تستشو، فيطلع ايه ريد وجليز اللي هو كبير يعني. بعد كده تاثير الميكسديم على السكن، هو احنا عارفين ان العرق بيطلع من السويت جلاند. السويت جلاند دي بيأثر عليها السيمباثيتك سيستم، والسيمباثيتك اللي هو ايه تأثير الايه الكاتيكولامين. الثيرويد هرمون بيأثر على الكاتيكولامين. انا دلوقتي ما عنديش ثيرويد هرمون، بالتالي ما فيش كاتيكولامين، ما فيش سيمباثيتك اكتيفيتي، ما فيش ايه سويت جلاند برودكشن، فانا هيطلع عندي الجلد دروي، ما فيش عشان ما فيش عرق، ما فيش سويتي، بيطلع كولد، ما فيش عندي اصلا هيت برودكشن، وبيبقى بيل بسبب الانيميا والميكزيم التيشو اللي عمال يتكون، وبالتالي هيكون ايه سكيلي ورف. ده بالنسبه لي اول حاجه في السكن. بيحصل نون بيتنج قديمة عشان بسبب الاكيوميشن بتاع الميكزيم التيشو في السكن. وبما ان دي اصلا بتكون هارد ماتيريال بتكون ايه نون بيتنج، يعني اصلا مش مثلا ايه ميه بتتكون يعني او كده. الضوافر هتكون بريتل اصلا بتكون ضعيفه. الهير هيكون سبريس فلوس اللي هو زي ما احنا قلنا ان الميكزيمتا تيشو ده بيبدا يتراكم فبيزق الهير فوليكلز نفسها فبتبدا تقع. لسه قايلين في الفيس ان هو الاوتر وان سيرد بيقع، يعني ان هو ايه بيكون اضعف جزء. بعد كده السكن ده بيكون ايه يلوش. طب ليه يلوش؟ لان اصلا الثيرويد هرمون بيحول الكاروتين للاكتيف فيتامين ايه. مفيش ثيرويد هرمون، مفيش تحويل الكاروتين لاكتيف فيتامين ايه، فهيتراكم الكاروتين ده، والكاروتين ده لونه اصفر فيعمل يلوش سكن بسبب الايه الكيراتونيميا اللي هو مفيش تحويل الكاروتين لاكتيف فيتامين ايه. فده هيدخل لي في ديفرنشال ديجنوز مع الايه مع جوندس. طب انا هفرق بينهم ازاي؟ ان الجوندس هيظهر عندي البايل نفسه في اليورين والستول، وكمان هشوف السكليرا يعني.
ده بالنسبه للسكن. تاثيره بقى على السن اس، احنا قلنا ان عينه المكسديما دي بتكون بطيئه وضعيفه، فكل حاجه هنقول ان هي سلو وضعيفه بقى. اول حاجه واهم حاجه اللي هو ايه، سلو سليبريشن، اللي هو وظائف المخ نفسها بطيئه. يعني مثلا الولاد هيجي يقولوا ان احنا مثلا نيجي نكلمها او نيجي نسالها سؤال، مثلا تقعد ايه تفكر فيه فتره طويله، ممكن اصلا تنسى السؤال ده نفسه. فالعينه بتكون ابسي، يعني اصلا بتنحى بور ميموري، وممكن يحصل ايه ميكس ديما مادنس، يعني ده تاثير على البرين. يعني الكلام بتاعها بيكون سلارد سبيتش، لان اصلا عند الميكزيما تستيشو ده بيتراكم فيه التانج نفسه، في الكلام نفسه ما بيعرفش يطلع مع الهورزنس اوف فويس، لانه بيحصل اكيوميليشن للميكزيما تستيشو في الفوكال كورتس، فالصوت نفسه بيطلع تخين. نيرف ديفنس، ان هو ممكن يحصل اسوشيشن مثلا او تاثير على الهيرنج. البريفرال نورايتس، ان هو بيحصل كاربال تانل سندروم، نفس الفكره برضو انه بيحصل عندي اكيوميليشن للميكزيما تستيشو في الاماكن اللي هي ما بين البونز نفسها، فممكن يحصل كومبريشن للميديان نيرف فتدخل فيه كاربال تانل سندروم. سسبندد جيرك، سسبندد جيرك ده نيورولوجيكال اكزامينشن، هي مثلا تبدا يخبط على كذا تندون مثلا في الجسم، فانا اصلا ما عنديش ايه اي تي بي برودكشن، فيحصل يعني زي ايه زي ديليت ريسبونس، ان هو اصلا ديليت ريلاكسيشن بتاع الايه تندون جيرك. واخر حاجه ممكن يحصل اتاكسيا، اللي هو اصلا مفيش اي تي بي برودكشن، بيحصل اصلا ماسل ويكنس، الميتابوليزم نفسه مش شغال. فيرتايجو، يعني هو ليه كذا ميكانيزم، ان انا مثلا احنا عارفين الميكس ديما ده اصلا مرض انفلاماتوري، وبيحصل فيه مرض انفلاماتوري وميتابوليك، يعني فممكن مثلا يحصل انفلاميشن في الانر اير، ممكن مثلا يؤدي ياثر على الاوت فلو بتاع الاندوليم، فممكن يحصل تدخل في فيرتايجو، ممكن تدخل في كونفلجن. هو غريب ان هي يبقى عندها كونفلجن وهي اصلا بنقول ان هي متحركش كتير، بس ممكن يكون بسبب الايه انه بيحصل اديمه في السيريبيلم، يعني او سيريبيلم سيريبرال اديم. بعد كده هنتكلم عن التاثير على الكارديو فاسكولار سيستم. عينه المكسديما بتدخل في مرحله ايه هايبرتنشن. ليه بيحصل هايبرتنشن في المكسديما؟ هو ليه ثلاث ميكانيزمات. اول ميكانيزم معانا انه قلنا بيحصل اكيوميليشن للميكزيما تستيشو في الول بتاع البلاد فيزلز، فبتزود ايه بريفرال ريزونانس، بتزود المقاومه نفسها اللي موجوده في البلاد فيزلز، فبتعمل ايه هايبرتنشن. تاني حاجه ان احنا عندنا ايه، يبقى احنا قلنا اول حاجه انه عندي الميكزيما تستيشو ده بيحصل له اكيوميليشن فبترفع الايه البريفرال ريزيستنس، ماشي. تاني حاجه انه عندي هايبر كولستيرمي، اللي هي بتدخلني في حاله اثيروسكليروز، اللي هو الكوليسترول بيتراكم في البلاد فيزل. تالت حاجه معايا انه ايه تالت ميكانيزم معايا ان هو يحصل فازو كونستريكشن، لان اصلا الثيروكسين هرمون ده بيكون فازو دايليتور، فانا دلوقتي ما عنديش ثيروكسين هرمون فيبقى عنده ايه فازو كونستريكشن ايفكت. فدلوقتي عينه الميكس ديما بتدخل في حاله هايبرتنشن بثلاث ميكانيزمات. اول ميكانيزم ان انا عندي حصل اكيوميليشن للميكزيما تستيشو في البلاد فيزلز فزودت البريفرال ريزيستنت، او انه حصل هايبر كوليستيرميا فعمل اثيروسكليروزيس، او اخر حاجه انه حصل فازو كونستريكشن، اصلا الثيروكسين ده كان فازو دايليتور. ده بالنسبه للاول واهم حاجه ان هو ايه حاله ان هي هايبرتنشن. تاني حاجه بيحصل انجينا وانترميتنت كريديشن، خصوصا في بدايه التريتمنت. يعني ايه بقى الكلام ده؟ بصوا يا شباب، دي يعني ايه حته فنيه كده في كارديو. دلوقتي انا بقول ان العينه دي عندها اثيروسكليروز بسبب تراكم الكوليسترول، طب مش الاثيروسكليروز ده المفروض ان هو يعمل انجينا؟ لا، هي مش بتشتكي من انجينا. ليه بقى؟ لان اصلا عندها بريديكاردي، القلب اصلا ما بيضخش، اصلا ما فيش ميتابوليزم او ما فيش ايه ثيروكسين، فهي عندها فعلا اثيروسكليروز بس مش عندها انجينا، لانه الاسكيميك هارت ديزيز بيحصل لما الاحتياج بتاع الديماند بيكون اكبر من ايه، بيكون اكبر من السبلاي اللي موجود، يعني احتياج الجسم بيكون اكبر من الدم الموجود في الجسم كله. يعني من هنا بقى بيبدا ايه يحصل الاسكيميك هارت ديزيز او بيبدا يحصل الانجينا. فدلوقتي انا عندي عينه ميكسديما الديماند بتاعها قليل والسبلاي بتاعها قليل، انا بدات اديها ايه ثيروكسين، بدات ابدا لها الايه تريتمنت نفسه، فالثيروكسين ده هيعمل بقى ميتابوليزم ويبدا الايه القلب يشتغل. طب ما انا اصلا عندي ايه اثيروسكليروزس، فيبدا الايه السبلاي نفسه يقل.
فبيقول ان انا بتبدا تظهر انجينا وانترميدت كروديشن. انترميدت كروديشن ده يعني العيان ده بيبقى مثلا ايه يتحرك شويه وبعد كده يقف، بعد كده يرتاح شويه وبعد كده يرجع يتحرك تاني، اللي هو بسبب الالم نفسه الموجود في العضلات بتاعه الايد والرجل ما بيعرفش يعني ايه يتحرك فتره طويله. وده طبعا بسبب ميكانيزم كده ان اللاكتيك اسيد نفسه بيبدا يتراكم، فبنستنى اللي هو يبدا ينشال الانهيبيشن على النيرف اندنج. يعني المهم كده يعني ايه في الاخر انه التريتمنت نفسه لازم يكون ايه جرادوال. يعني بعد كده هيحصل كارديو مايوباسي، ده بسبب الاكيوميليشن بتاع الميكزيماتا تيشو في المايوكارديوم نفسها، او ان انا بقول ان انا عندي ايه كوليسترول زايد فيبدا ان هو يتراكم فيبدا يعمل ايه بريكاردر افيوجن ويبدا يعمل ايه كارديو مايوباسي، اللي هو مثلا بيزود البرميابيلتي بتاعت الايه كابيلرز نفسها. بعد كده لما يجي يعمل اي سي جي للعيان نفسها لان هو ايه له فولتج ان هو الكهرباء بتاعت القلب نفسها قليله، وساينس برادي كارديا وفلات او انفرتد تي ويف، ودي انا ممكن اعيدها يعني التي ويف دي اصلا بتنديكيت يعني حاله البنتركل نفسها، فهو اصلا البنتركل يعني ايه ضعيف او متحركش كتير يعني فهيبقى ايه فلات تي ويف يعني. ده بالنسبه لي السي في اس. بعد كده البلوت لما اجي اعمل لها سي بي سي هنلاقي ممكن يكون عندها ايه كل انواع الانيميا، واحنا كنا شرحناها قبل كده. هنقول بس انه بيحصل بون مور انهبيشن لان اصلا السيروكسين هرمون بيساعد في عمليه الريسبويسز ان هي بتعمل ستيميليشن للبون مارو، فانا دلوقتي انا ما عنديش ثيرويد هرمون فيحصل انهبيشن للبون مارو ويعمل نورموسيتيك نورموكروميك انيميا. قلنا ان بيحصل مايكروسيتيك انيميا بسبب نقص الابزوربشن وبسبب كرونيك البلاد لوس بتاع المينوراجيا، او ان انا عندي ايمال ابزوربشن سيندروم بتدخلني في بيرنيشس انيميا فبتبقى ايه ميجال بلاستيك او ماكروسيتيك انيميا. نيجي بقى لاخر حاجه اللي هي ايه الميكسيديما كوما. الميكسيديما دي بتقول ان انا لو عندي لون ستاندنج ميكسيديما اللي هي برونج ميكسيديما انا ما بداتش عليها، بدات ان هي مثلا ايه انه يحصل حاجه شديده عليها او مثلا تدخل في حاله ستريس انها تتعرض لدرجه بروده شديده تبدا انها ايه تدخل في كوما يعني. فبقول ان دي حاله ايمرجنسي ريل لايف ثريتنج ايمرجنسي بسبب ان انا عندي لونج ستاندنج او برونج هايبوثيرويديزم، خصوصا في ايه الست الكبار ان هي مثلا تعرضت لبرودة شديدة او ان هي مثلا تعرضت لانفكشن او تعرضت لتروما او الايه او ان هي مثلا خدت ناركوتكس او اناسيزي، هي اصلا البرين بتاعها اصلا ايه سلو سليبريشن يعني. فايه كلينيكال بيكتشر بتاعتها، احنا بنتكلم عن حاله كوما فهي عندها ايه هايبوثيرميا ان هي هتكون جسمها مخشب عندها مصر جيستي والميتابوليك ريت بتاعها والريسبيراتوري الميتابوليك ريت بتاعها قليل وبيحصل عندها ريسبيراتوري اسيدوزيس وريسبيراتوري ديبريشن ان هي ممكن اصلا تدخل في ريسبيراتوري فيلير. هنقول برضو العلاج بتاعها ان هي يتحط لها اكسجين يعني وايه ويحصل لها فنتيليشن. بعد كده هيتراكم السي او 2 ويبدا يحصل ايه مالتي اورجان فيلير او ديسفانكشن، هي اصلا عندها برادي كارديا وايه يبدا يحصل عندها ايه هايبوتنشن، احنا بنتكلم عن حاجه كوما يعني. فا او ان هو يكون عندها ارفيكسيا سيزرز والمنتال سيست بتاعتها مش هتكون تمام يعني، وفي الاخر خالص هيكون عندها هايبو جلسيميا وممكن ان هي المورتاليتي ريت بتاعها يوصل ايه ل 50% لو ما حدش دخل في الوقت المناسب يعني. ده بالنسبه لي ميكسيديما كوم. الانفستيجيشن بتاعتنا احنا هنقول نفس الكلام اللي كنا قلناه في السيروتوكسوزيس بس ايه نعتبر بنعكس الكلام شويه، احنا دلوقتي بنتكلم عن حاله ميكسيديما يعني انا عندي ستيروكسين هرمون نفسه قليل، ايه اخبار تي اس اتش؟ لا كبير لو انا عندي برايمر، لو مشكله في الثايرويد جلاند نفسها ويبقى قليل لو انا عندي ايه مشكله في البيتشيزر نفسها. فبالتالي انا لو هفول اب العينه دي هفول اب بايه بالتي اس اتش وفي نفس الوقت تيست اوف شويس عشان اشوف نوع الميكسيديما نفسها ايه يبقى ايه تي اس اتش. اخبار التي 4 والتي 3 اللي هي الهرمونات بتاعه الثايرويد جلاند نفسها هتكون قليله، احنا اصلا بنتكلم عن حاله ميكسيديما يعني. تي 3 ريزن ابتيك، تي 3 ريزن ابتيك ده هو بيتكلم عن اللي هو التي 3 والتي 4 اللي بيكونوا متشالين على البلازما بروتين، انا اصلا بقول ان هم قليلين فالابتيك بتاعها هيكون قليل. احنا قلنا البرولاكتين والكوليسترول بيكونوا عاليين وشرحناهم قبل كده. السي بي كي اللي هو كرياتينين فوسفوكينيز ده بيكون يعني بيريليت للبون والمسلز وكده، انا اصلا بيحصل عندي مايوبسي بسبب نقص الاي بي تي والحاجات دي كلها. الجي او تي والجي بي تي اللي هي الليفر انزيمز،
هي بتكون قليله، لان انا اصلا عندي يعني مشكله في الليبيد ميتابوليزم نفسه، ان انا عندي بيدخل في حاله الستاتري، والليبيد يعني بتاثر بحاله الهايبوجلاسيميا يعني. فالانزيمات بتاعته هتكون ايه عاليه. جلوكوز انتورنس فلات كيرف عشان اصلا ما بيحصلش ابزوربشن، وسيروت انتيبوديز هشوفها برضو عشان لو عندي حاله هاشيموتو مثلا او كده. والبلاد قلنا ان عندي ثلاث انواع من الانيميا، والاس اتش دي زي ما احنا قلنا ان هي تكون ايه فلات تي ويب وساينس براديكارديا. طب ديفرنشال دياجنوز، هي ممكن حاله المكسديما تدخل ديفرنشال دياجنوز مع نيفريتيك سندروم عشان عندها اديما، والديبريشن عشان المينتال ستيت بتاعتها بتكون قليله اللي هو سو سيبريشن، وكل اسباب الهايبوثيرميا ان هي اصلا عندها ايه انتوليرنس تو كولد بسبب نقص الايه الهيت برودكشن، سواء مثلا في الجو البارد او ان هي دخلت في حاله شوك او الاديسون ديزيز اللي هو مفيش كورتيزون والحاجات دي، او ان هي اصلا ايه عندها هايبوجلايسيميا. دلوقتي بقى هنقارن ما بين الثايرويد والبيتيوتري ميكسديما. البيتيوتري ميكسديما دي كاننا بنقول مقارنه ما بين السكندري ميكسديما والبرايمري ميكسديما. دلوقتي انا عندي مشكله في البيتيوتري جلاند. بيتيوتري يعني ايه؟ انا عندي مشكله في التي اس اتش. اما ثايرويد يبقى ايه؟ تي 3 وتي 4. اخبار السكن ايه؟ اخبار السكن في الثايرويد انا اصلا عندي اكيوميشن في الماكسيم تستش يبقى هيكون سك. في البيتيوتري ملهاش علاقه، يبقى ايه؟ يبقى سن. الهير هيكون كويس، اما في الثايرويد هيكون ايه؟ كورس او يكون هيحصل لوس يعني. المستيرما ديستربنس في حاله البيتيوتري هتكون امينوريه، وفي حاله الثايرويد هتكون ايه؟ مينوراجيا. وتعتبر دي من الحاجات الايه المهمه جدا والفرق جدا ما بينهم. الدكتور بيقول ان احنا لو في سؤال واحد هنساله لمريضة الميكسديما عشان نعرف هي برايمري ولا سكندري، هنسالها عن المستربيشن. لو كان عندها مينوراجيا يبقى دي برايمري، ان انا عندي التي اس اتش عالي مع الاس مع ال اتش والاف اس اتش، يبقى دي ايه مشكله في الثايرويد جلاند نفسها، والبيتيوتري زي الفل. طب لو هي عندها مشكله في البيتيوتري، هو اصلا كله قليل، تي اس اتش قليل، ال اتش قليل، والاف اس اتش قليل، فعندها ايه امينوريا. تاني حاجه البادي ويت، البادي ويت في حاله البيتيوتري هيقل، اما في حاله الثايرويد نفسه هيزيد بسبب ان مفيش ميتابوليزم. التي اس اتش هيكون قليل في البيتيوتري اصلا عندي مشكله فيها، اما هيكون زايد في حاله الثايرويد ميكسديما. بالتبعيه برضو لو انا عندي مشكله في البيتيوتري هيكون الاف اس اتش والال اتش والاس تي اتش هيكون قليل، اما في حاله الثايرويد هيكون نورمال مفيش اي تاثير عليها. طب بمناسبه الاس تي اتش، واحنا قلنا احنا لو عايزين نعرف هي برايمر ولا سكندري هنسالها عن المستربيشن، واحنا برضو هنسالها عن ونقيس لها البلد بريشر. لو لقينا ان هو هايبر تنشن يبقى دي حاله ايه؟ ثايرويد ميكسديما. لو لقينا ان هو هايبو تنشن يبقى ايه مشكله في البيتيوتري. طب ليه هايبو تنشن؟ انا ما عنديش اس تي اتش، فبالتالي ما عنديش ايه كورتيزون يعلي لي مين؟ يعلي لي الضغط. ده ايه ده بالنسبه للفرق ما بين البيتيوتري ميكسديما والثايرويد ميكسديما. طب التريتمنت قولا واحدا، ريبليسمنت ثيرابي للونج لايف. هي اصلا عندها مشكله في الثيروكسين، هنديها الثيروكسين بس كلمه السر ان احنا هنديها ايه جرادولي، فهنبدا نديها 50 مايكرو جرام تبدا تزيد لحد ما نوصل ايه 100 و200. طب ليه جرادولي؟ عشان ايه؟ نافويد الهارت فيلير والانجينا زي ما احنا قلنا ايه الميكانيزم بتاعها في الزي بي اس. بيقول ان انا عندي الاولد بيبول والناس اللي عندها اسكيميك هارت ديزيز لازم ياخدوا لور دوز، ان انا لو اديتهم هاي دوز هيبدا يظهر عندهم ايه الاسكيميك والانجينا يعني. وهنفول اب عن طريق الاس جي والكوليسترول ليفل والتي اس اتش اللي هو الايه موست امبورتنت. تمام جدا. طب انا لو عندي حاله ميكسديما، اول حاجه هندفيها جرادوال ورننج عشان هي عندها ايه هايبوثيرميا. تاني حاجه هندخل الاكسجين والفنتيليشن والسي بي اس سبورت بسبب الهايبوتنشن والبراديكارديا والريسبيراتوري فيليا ممكن تدخل فيها. هنديها جلوكوز اي في عشان هايبوجلايسيميا، وبالنسبه للدراجز هنديها تي 3 او النيزو في النيزو جاستريك تيوب، او نديها هيدروكورتيزون، وفي الاخر اخر حاجه ممكن نديها انتي بايوتيك لو في حاله ايه انفكشن. بعد كده هنتكلم عن الكيراتينيزم، هو يعتبر جزء الميكسديما ده اكبر جزء، فعشان كده هنطول معانا شويه. تاني حاجه بقى الكيراتينيزم، الكيراتينيزم ده حاله هايبوثايرويديزم بس ايه في الاطفال. عندي نوعين من الكيراتينيزم، يا اما يكون انفانتايل يا اما يكون ايه جوفينايل. انفانتايل يعني طفل مولود عنده هايبوثايرويدزم اللي هو ديفيشنسي في الثايرويد هرمون ديورنج انفانسي. اللي هو ايه اللي ممكن يخلي طفل مولود عنده هايبوثايرويدزم؟ اول حاجه ان هو عنده ايجنسيز اللي هو الثايرويد جلاند نفسها مش موجوده، كونجنتال ابسنس للثايرويد جلاند، او ان هو الانزيمات الموجوده في الثايرويد جلاند نفسها مش موجوده، اللي هو حصل ديفيشنسي للانزيم في تكوين التي 4 دي حاجه اسمها كيراتينويد جويتر، او ان هو بتحصل اسوشيشن مع سندروم تانية اسمها بندر
سندروم اللي هو بيكون عنده كونجنتال ديفنس وايه بيكون عنده هايبوثايرويديزم، يعني السندروم بتحصل اسوشيشن ما بين الاثنين دول سوا، او انه اصلا عنده ايودين ديفيشنسي اللي هو انديميك كرتينيزم، اللي هو مثلا الطفل ده مولود في بيئه مثلا دوله بعيده او مكان مثلا بعيد عن البحر فما بيوصلهمش اي اسماك مثلا او كده، فبيكون عندهم ايه انديميك كرتينيزم. او اخر حاجه ان الام نفسها اثناء الحمل كانت بتاخد ايه كميات كبيره من الانتي ثايرويد دراجز زي مثلا الاميدرون اللي احنا قلناه. كلينيكال بيكتشر قولا واحدا واهم حاجه في الكريتينيزم ان هو الطفل ده بيكون جاي بمنتر ريتارديشن، احنا بنتكلم عن طفل ما عندوش ثايرويد هرمون في اول 6 شهور من عمره اللي هو ايه مولود بيه، والماتوريشن بتاع البرين نفسه بيحصل في اول 6 شهور. فلو هو ما اتلحقش في خلال الفتره دي هيحصل عنده منتر ريتارديشن وهتكون حاله ايه ريفرسبل. يبقى اول حاجه هتكون عنده اللي هو منتر ريتارديشن وسلو سليبي سلو سبيكينج. جنرال فيتشرز بقى نفس الكلام اللي احنا كنا بنقوله قبل كده اللي هو بافي ايليد اللي هو بيحصل اكيوميشن للميكزيمات تيشو، ديبريسد نوز، بيج ليبس، بروتيودد لانج وديليد دنتيشن اللي هو اسبابهم كلها ان انا عندي اكيوميشن للميكزيمات تيشو، او ان انا عندي مفيش سيروكسين فمش هيحصل ماتيوريشن للسكيلتون نفسه. طب الهندس نفسها تكون سكوير شيبت، طب ليه سكوير شيبت؟ علشان انا مش هيحصل ديليد، هو المفروض تبقى سكوير شيبد هيديا ان هو يحصل جليد كلوزر للكرينيال سوتشرز نفسها فراسها تكون مربعه الشكل يعني، او شورت فينجر ان هو ما بيحصلش ماتيوريشن للسكيلتل. الطفل ده هيكون شورت سيتشر اللي هو قصير القامه يعني وكده، هيدخل في حاله ديس بروبنشيت دوارفيزم. الفكره كلها ان انا ما حصلش ماتوريشن للسكيلتون بتاعي، انا اصلا ما فيش سيروكسين، السيروكسين ده بيكون مهم جدا عشان الماتوريشن بتاع الايه بتاع البون، فهيكون قصير. من انواع الدورفيزم اللي هو القزامه يعني ان هو يا اما بروبنشيت او ديس بروبنشيت. الفرق نفسها في الايه في انه مثلا في اجزاء في الجسم بتكون قصيره جدا واجزاء تانية بتكون نورمال عادي، او انه مثلا الجسم نفسه كله قصير. ففي حالة الكريتينيزم هيكون ايه ديسبروبورشنيت ان الهايت نفسه بيكون ايه اكبر من الزبام، اللي هو الطول نفسه هيكون ايه اكبر من الاتساع بتاع الجسم نفسه يعني. الووكينج طبعا هيكون ديليد، وانا عندي اصلا طفل منتر ريتارديشن متاخر في كل حاجه يعني. او ودنج جيت دي بتكون انه انا عندي جلوتيرال ماسلز بتكون بيحصل لها ويكنس، فبيبدا الطفل ان هو بيعتمد على البلفيك او بيعتمد مثلا على الوسط بتاعه ان هو يبدا يتحرك، فنتخيل مثلا هو بيتحرك ايه بشكل دائري كده يعني عشان يعرف يمشي. وطبعا حياته هايبوثيرميا عشان ايه ما عندوش ميتابوليزم ولا هيت برودكشن. نفس الكلام في السي بي اس ان هو برادي كارديال وفولتج اس جي مع فلاتي ويف. السكين هيكون دراي كولد سكيلي مع ميكزيمات تيشو ديبوزيشن في الهاند والفيس والسب كلافيكولار ريجن. المصل هتكون هيحصلها ويكنس كونسبيشن وبوت بولي ابدومين. بوت بولي ابدومين ان هو بيكون سنترال اوبستي، يعني احنا نتخيل كده ان هي بيكون اسمها بير شيب اللي هو شبه الكوميسرا كده، انه الاوبيس نفسها بتكون سنترال كده بشكلها ايه شبه كومتر. نفس الانفستيجيشن لو احنا جينا سالنا عن التي 3 والتي 4 كلهم هيكونوا قليلين، التي اس اتش هيكون عالي وده تكون حاجه كاركترستيك. لو سالت عن الكلوسيرو هيكون عالي لانه ما بيحصلوش اكسكريشن بسبب نقص السيروكسين. ولو عملنا اكس ري للكاربال بونز هنلاقي ان الديليت ابييرنس بتاع الايه اوسيفيكيشن سنترز بسبب انه ما حصلش ماتوريشن للسكيلتون سيستم. والحته دي هتكون فرق ما بين الانفانتايل والجوفانايل اللي احنا لسه هنقولها دلوقتي. طب ايه تريتمنت بتاعه؟ هو متى ما الطفل ده انا بدات اشك في ان هو دخل في حاله كريتينيزم ان هو هايبوثايرويديزم لازم ياخد سيروكسين على طول عشان ما يدخلش في منتر ريتارديشن اللي هتكون بعد كده ايرفيرسيبل، اللي هو لازم ياخد علاجه في اول 6 شهور عشان ايه ما يحصلوش منتر ريتارديشن. فبديله ايه السيروكسين نسبه 25 من 1000 كل يوم لحد ما ايه تبقى 2 من 10. بعد كده نتكلم عن جزئيه بسيطه اللي هي جوفانايل ميكسديما. الانست بتاعها من 4 سنين ل 12 سنه. طب دي ممكن افهم بيها ايه؟ احنا قلنا الماتوريشن بتاع البرين بيبدا في اول 6 شهور، فدلوقتي الطفل ده عدى مرحله الخطر، فبالتالي المينتاليتي بتاعته هتكون ايه نورمال. المينتاليتي بتاعته هتكون نورمال بس هو هيحصل فيه كل الجنرال فيتشرز بتاعت الايه الميكسديما عادي، يعني هو هيكون عنده مثلا مسل ويكنس، هيكون عنده مثلا هايبوثيرميا، هيكون عنده باقي الايه كلينيكال بيكتشر. المي برزنتيشن بتاعه هيبقى ايه دوارفيزم،
بسبب الماتوريشن بتاع البول، ولو عملت الاكس راي بتاعه هلاقي انه حصل ابيفيزيال دي جينزز، بسبب انه هلاقي انه يعني احنا بيبدا يحصل بيبدا مثلا الاسفيجيشن سنسر تتكون، فبدل ما تتكون في نقطه واحده هلاقي انها بتتكون بايه بشكل ستيبل اللي هي شكل ايه متفرج، يعني هلاقي في الاكس راي نفسها انه كذا اسفيجيشن سنسر موجود بس ايه بشكل متفرج وعددهم كبير يعني في الابيفيزيس. ده بالنسبه لي الهايبوثايرويديزم، وده كان اكبر جزء معانا في المحاضره سواء كان الميكزيما او الكيراتينيزم. دلوقتي هناخد الجويتر. المرض الوحيد اللي بيحصل في الثايرويد جلاند هو اللي بيحصل لها انلارجمنت، اللي هو هسميه جويتر، اللي هو اي انلارجمنت هيحصل في الثايرويد جلاند هيبقى ايه هو اسمه جويتر. طب ايه الاتيولوجي بتاعته او التايبس بتاعته؟ عندي 4 تايبس، يا اما ان هو يكون ديفيوز او نودولار، او ان هو يكون بسبب تيومر او ايه مسلينس. اول حاجه الديفيوز جويتر. الديفيوز جويتر ده او هسميه اول حاجه فيه السيمبل الديفيوز ده، يعني كل الخلايا كبرت، يعني هو حصل هايبربلاستيك او حصل هايبرجيزيا في الجلاند نفسها. اول حاجه السيمبل او الفسيولوجيكال، انه مثلا الست مثلا بتكون محتاجه كميات كبيره من التي 3 والتي 4 عشان تواكب عمليه الجروس، او مثلا اللاكتيشن، او انه مثلا حصل بيوبرتي فمثلا بيحصل منار، او البريجننسي نفسه، فالثايرويد جلاند نفسها بتكبر عشان تبدا تواكب الايه الجروس او الاحتياجات بتاعه الجسم نفسه. والسيمبل جويتر ده ممكن يكون اسوشيتد مع الثايرويد جروسنج سيميليتنج جلاند بودز، اللي هو يبدا يحفز الجلاند نفسها عشان ايه تفرز كميات اكبر من الثايروكسين عشان ايه تساعد في الاحتياجات بتاعه الجسم يعني. تاني حاجه ممكن تعمل ديفيوز جويتر هو الايه الاوتوميون، مرض اوتوميون مثلا اللي هو زي جرافت ديزيز. الجرافت ده هو اوفر برودكشن للثايرويد هرمون او الهاشيموتو اللي احنا قلنا عليه، اللي هو بيحصل انفلتريشن بالليمفوسايتس. الاثنين دول بيكون الجلاند فيهم بتكون فيرم ديفيوز جويتر مع الفاريبل سايز. ممكن بقى اسمع بروي، وغالبا ده بيكون سيستوليك بروي في حاله السيتوكسوز. يعني ايه بقى الكلام ده؟ انه مثلا الانلارجمنت بتاع الثايرويد جلاند نفسها هبدا ازود الايه البلاد فيزلز الموجوده فيها عشان ايه يعني سبلاي الجلاند الكبيره دي. فالبلاد فيزلز دي ممكن اسمع فيها سيستوليك بروي من الايه من الكاروتيد يعني. تالت حاجه هو الثايرويدايتس اللي هو الاكيوت، اللي هو دي كارفين ثايرويدايتس. ده قلنا ان هو ده فايرال ثايرويدايتس، بيحصل انفكشن للجلاند نفسها، فبتكون بيحصل اكيوت بين بتبقى دندرنس ديفيوز سويلنج للجلاند زيه زي اي انفكشن تاني. بيقول ان انا ممكن اشوف ترانزينت هايبر ثايرويدزم، وبعد بيحصل فيه انكريز للتي 4 ده فين في دي كارفينس ثايرويدايتس. بيقول ممكن يحصل جويتر بسبب الايودين ديفيشنسي انديميك جويتر، اللي هي اماكن مش موجود فيها ايودين فبتبدا الجلاند نفسها تكبر، او حاجه اسمها ديس هرمونوجينسيس. ديس هرمونوجينسيس دي بيرمان ديفيشنسي في الثايرويد هرمون، لانه مثلا بيحصل ميوتيشن في الانزيمز او ميوتيشن في السينسز بتاع الهرمونز نفسها، فعشان كده ما بتتكونش خالص. بعد كده جويتر جينز اللي هو زي السلفانو يوريز. بيقول ان في بعض الكومبوننت او في بعض الانواع من الاكل نفسها ممكن ان هي تعمل جويتر، ان هي تاثر على الفانكشن بتاعه الثايرويد بحيث ان هي ايه ما تطلعش الثايرويد هرمون يعني. زي مثلا ان انا عندي مثلا الاكل اللي فيه كالسيوم، لو الكالسيوم زاد في الجسم هياثر على الابزوربشن بتاع الايه الايودين، فبالتالي مش هيكون ايه ثايرويد هرمون. بعد كده هتكلم عن النوديال جويتر. النوديال جويتر ده نوعين، اما يكون مالتيبل او يكون ايه سولاتري. المالتي نوديولر ده عباره عن الثايرويد بتكون نوديولز صغيره، اما سولاتري ده بتكون الثايرويد نفسها كلها سليمه بس ايه في مديول واحده طالعه منها. اللي بتكون صعبه في التشخيص شويه ولازم احطها في الاعتبار ان هي تكون مالجنسي اللي هو الايه سولاتري مثيول، وبالتالي لازم ايه استبعد المالجنس الاول. اما في حاله المالتي نوديولر ممكن الجلاند نفسها انها تكون نورمال او هايبر ثايرويدزم او بوردر لاين. بوردر لاين يعني انا عندي التي 4 او التي 3 عاليين بس عندي الايه التي اس اتش نفسه ايه تي 3 او تي 4 نورمال بس تي اس اتش نفسه ايه قليل. بيقول ان انا ممكن تكون بسبب قصدي ان الديول دي تاثر على الحاجات اللي حواليها اللي هي الاسوفيجاس والتراكيه، فتبدا تعمل كومبريشن ممكن يؤدي للارينجال نيرف بالسي،
او ان هي ممكن تعمل بلج ريترو سيلنر، فايه فتبقى اكستندد سيلنر يعني. تاني حاجه اللي هي سولاتري ميتيور، زي ما احنا قلنا ان هي بتكون صعبه في التشخيص شويه، عشان صعبه في التشخيص عشان تبقى ايمز دايجنوست مع المالجنسي، والمالجنسي لازم احطها في الاعتبار عشان اي سولاتري ميتيول لازم ايه، لازم ان انا اعمل لها يعني زي مايكروسكوب كده، بحيث ان اتاكد ان هي مش مالجنسي. بيقول ان الماجوريتي بتاعت السولاتري ميتيول دي ما تكون هي سيستيك او ايه او بناين، او ممكن يحصل الريدلز سيرودايتس اللي هو الانفلتريشن للسيرود جلاند بالفايبرس تيشو او سيست. رابع تالت سبب معانا ممكن يعمل جويتر اللي هو التيومرز، ودي هنتكلم عنها بالتفصيل. ميسلينياس بيحصل سيرودايتس اللي هو ساكرودايتس او تيبركلوزس، هو مثلا ممكن يحصل جرانيلوما مثلا او يتكون فايبرس تيشو في الجلاند نفسها. بعد كده بيتكلم عن السيرودايت جويتر، دي حاله انه بيحصل انلارجمنت للسيرود جلاند بس ما بيحصلش ايه سيرود فانكشن، اللي هو مثلا كيفها كده ان هي ايه زادت في الحجم. فيسيولوجيكالي زي ما احنا قلنا في حاله البيوبرتي والبريجننسي، او مثلا دراجز زي ليثيوم والامينوساسيليك اسيد. امينوساسيليك اسيد ده بينترفير مع الابزوربشن بتاع الايودين، بيقول ان هو ممكن يحصل مثلا ايودين ديفيشنسي او بسبب ايه كميات كبيره من الايودين نفسه. الحاله دي بتكون اسيمبتوماتيك، ان انا بقول ان اصلا ما حصلش ثايرويد ديسفانكشن، وبتكون سيمتريكال، وما بتكونش ايه هيوج جويتر يعني. هو الحاله عاديه جدا، فانا هيكون عندي الثايرويد سكان نفسها تكون نورمال، لما اعمل ثايرويد الترا ساوند برضه هتكون نورمال ما فيهاش حاجه. التي اس اتش ممكن يكون اليفيتد بحيث ان هو يواكب الاحتياجات بتاعه الجسم بتاعه الثايروكس مثلا، لو في لو هي فيسيولوجيكال، ولو عملت ثايرويد انتي بودز هلاقيها نورمال ان اصلا ايه مش اوتو اميون يعني. تريتمنت بتاعها ممكن ادي ايودين سبلاي عشان يواكب برضو الجروس ده في الملح والميه. ممكن تاخد ليفوسيروكسين، ممكن ان هي تقلل السايز بتاعت الجويتر ده، بس هو ايه ممنوع في الالدري عشان ممكن ايه يبقى هاي ريسك للمالجنسي. اخر حاجه لو انا عندي لارج جويتر، بس انا ايه احنا بنتكلم عن انلارجمنت للثايرويد جلاند ما بتعملش ديسفانكشن، فهي ممكن تحتاج سيرجري عشان بس الايه شكل الكوزمتيك بتاعها، او ممكن ان هي تعمل ايه كومبريشن للاسوفجس او تراكيه، او ان حتى ايه ممكن تتحول لمالجنسي في الاخر. بعد كده اخر جزء معانا في المحاضره اللي هو الايه الثايرويد نيوبلازم. ايه هي تيومرز اللي ممكن تحصل في الثايرويد جلاند؟ احنا عارفين ان الثايرويد جلاند عباره عن فوليكلز، والفوليكلز جنب بعض. بين الفوليكلز دي حاجه اسمها ايه بارا فوليكلر سيلز، دي بتطلع ايه الكالسيونين اللي هي بنسميها ايه سي سيلز. التيومرز بتاعت الثايرويد ممكن نعملها كلاسيفيكيشن للتيومر بتطلع من الفوليكلز نفسها او من السي سيلز او بتطلع من الليمفويد او ايه جاي ايه من بره يعني. الفوليكولار سيلز لو هي بناين هيبقى نسميها ايه فوليكولار ادينوما. الفوليكولار ادينوما دي احنا اصلا بنعتبرها ايرلي كارسينوما، يعني هي اصلا كده كده هتدخل على كارسينوما، وهنقولها ايه بعد كده. المالجنت تيومرز اما تكون ديفرنشيتد او انديفرنشيتد. يعني ايه بقى ديفرنشيتد؟ ديفرنشيتد يعني المالجنت سيلز نفسها لما بيجي اشوفها تحت الميكروسكوب بتكون شبه الايه الخلايا الاصليه اللي جايه منها، اللي ايه شبه الثايرويد جلاند. وهنقول بعد كده ان هي ممكن مثلا بعض الكارسينومز مثلا انها تكون ايه تي اس اتش ديبندنت، هنقولها بعد كده. اما انها تكون ديفرنشيتد او اندفرنشيتد. ديفرنشيتد زي البابيلاري فولكولار وميكست كارسينوما، اندفرنشيتد اللي هي خلايا ملهاش اي علاقه بالثايرويد جلاند، ودي بتكون ايه اسمها انابلاستيك كارسينوما، ودي بتكون ايه هاي مالجنسي. او التيومر بتاعت تي سيلز اللي هي مدلل كارسينوما، او لو مثلا حصل ليمفوما هنسميها ليمفويد مالجنت ليمفوما، او حصل انفلتريشن باي حاجه جايه من جنبها مثلا جايه من السوفيكس مثلا، هيبقى ايه هيحصلها تيومر يعني. بعد كده هنتكلم عن الفوليكولار ادينوما. الفوليكولار ادينوما دي بتكون عاده بتبقى سولاتري ماس، بتبقى ماس واحده. بيقول ان انا الفوليكولار ادينوما انا يعني بفرقها بين الكارسينوما، ان انا عندي الفوليكولار ادينوما دي بتكون ماس واحده، بتكون كابسوليتد، ما بتعملش اي انفيجن وما بتعملش اي ايه اي انفلتريشن لباقي الجلاند يعني. فبقول ان انا لو شفتها تحت الميكروسكوب بلاقي ان في كبسول وما فيش ايه اي فاسكولار انفيجن يعني. بيقول ان انا لما باجي اعالج الادينوما والكارسينوما الاثنين نفس العلاج نفسه، انا بعمل بشيل الاسمس وبشيل ايه الجزء بتاع اللوبيان يعني. بعد كده بيقول الثايرويد كانسر اكتر حاجه بريديسبوزنج فاكتور للثايرويد كانسر هو الارديشن. لو مثلا ست بتعمل راديولوجي او بتتعرض للراديشن على النيك ولاد كتير، الفولكولار كارسينوما دي بتكون موست كومن تايب.
وبيقول ان في بريديسبوزنج فاكتور كبيره جدا ممكن تؤدي لكارسينوما زي الجينيتك فاكتورز في المدلري مثلا او الايه عندي هاشيموتو ثايرويدايتس. بالنسبه للجدول ده احنا هناخده من كتاب دكتور موافي ان هو ايه اشمل شويه. احنا هناخد جزء الثايرويد كانسر ده من كتاب دكتور الموافي لان هو كبير شويه او فيه معلومات اكتر. بيقول ايه الريسك فاكتور اللي ممكن تعمل لي ثايرويد كانسر. بيقول ان هي بتكون موجوده اكتر في الفيميلز يعني نسبه 2 الى 1، بس لو حصل ثايرويد كانسر في الميل هيكون ايه باد بروجنوز. بيقول ان انا هخاف عليها لو حصلت في تشايلد او بيشنت اكبر من 60 سنه. بيقول ان انا لو لقيت سنجل هارد بينلس نديول في الثايرويد جلاند بتكون فيها رابيد جروس يبقى ايه ممكن تكون ريسك فاكتور انها تكون كانسر. او لو في حاله مالتي نوديول جريتر ولقيت ايه كولد نوديول، او لو خدت هيستوري ان هي حصل ريبيتد الراديشن للنك هتعمل لي خصوصا ايه بابيلاري كارسينوما. ولو لقيت انلارج لينف نود في النيك ريجن ممكن اشك ان حصل ايه سيروس كانسر. الكلاسيفيكيشن بتاعها بقى هما كذا تايب، بابيلاري فولكولار وانابلاستيك ولينفوما وميدلاري. البابيلاري بتكون الموست كومن بتحصل بنسبه 70% بتكون اقل من 40 سنه. قلنا الموست كومن بتكون مالتي فوكال يعني مثلا السيروس جلاند مثلا بتكون كده بتحصل مالتي فوكال في السيروس جلاند كذا كذا منطقه يعني بتحصل في الفيميل اكتر من ميل بتكون دي تعتبر الموست كومن سيروس كانسر اكتر ايه الراديشن اللي احنا لسه قايلين. بيقول ان هي المين سبريد بتاعها بيكون الليمف نودز وبتكون ايرلي ومينلي يعني ايرلي باي الليمف نودز ومينلي باي ايه الليمف نود. بيقول ان الليمف نود متسز بيحصل لما ايه التيومر بيكون اكتر من اقل من 1 سنتي. هو الديستنت متسز بتاعها بيكون رير بس لو حصل هتكون ايه هاي مالجننت يعني. التريتمنت بتاعها بيكون ان هي طبعا يحصل لها سيرودكتومي و او بدي 131 ايودين. هي الهرمونات دي بتكون قصدي التيومرز دي بتكون طالعه من خلايا الثايرويد جلاند نفسها وهي بتتغذى على الايه على الايودين المشع. فانا لما بديها الايودين ده بتبدا ان هي تمتص وهي بيدمر الجلاند نفسها. السيروكسين بيستخدم كتريتمنت لان لما بدي سيروكسين للتيومر نفسه بحرمه من التي اس اتش اللي هو اصلا معتمد عليه فبيبدا ان هو ايه يقلل السايز بتاعه. وي ريديوس الريكونس البابيلاري كارسينوما بتكون ايه جود بروجنوز. اما بقى بالنسبه للفلوكولر، الفلوكولر دي بتكون في 20% من البوبوليشن يعني من المرضى. بتكون اكتر من 50 سنه في ميل اكتر من ميل بتكون سنجل انكابسوليتد ليجن. دي اللي هي ايه الفلوكولر ادينوم. وي بتسبريد عن طريق البلد. وي لو راحت اللنج والبون هتبقى بنسبه ايه 20%. وهي بتكون التريتمنت بتاعها زي البابيلاري بس البروجنوز بتاعها بيكون ايه باد يعني. الانابلاستيك قلنا الانابلاستيك دي السيلز بتاعتها بتكون مختلفه تماما عن الثيرويد بتحصل بنسبه 5% وبتكون كمان في مين في الميل بتكون اجريسيف عشان اصلا الخلايا بتاعتها مختلفه. بتكون هارد رابيدلي جروينج بتكبر بشكل سريع وبتعمل ويت لوس وسترايدر وهورسنس للفويس. بتبقى لوكالي انفيزيف. طب الحل بتاعها ايه؟ بتكون اصلا المورتاليتي بتاعتها عاليه جدا لدرجه ان المريض نفسه 80% من المرضى بيموتوا في اول سنه بس بعد الدايجنوزس. الحل بتاعها التريتمنت بتاعها اما تكون سيرجري اما كيمو سيرابي اما ايه راديو سيرابي بس ما يكونش ايه ذو اهميه يعني. رابع حاجه الليمفوما دي بتكون في 2% من البني ادمين يعني. البيهيفير بتاعها بيكون فاريبل واحيانا بتريسبونس للراديو سيرابي. المديلاري سيلز بتكون بنسبة 5% اما انها تكون سبراديك او فاميليار او من ضمن المالتيبل اندوكراين نيوبلازم اللي هو ميوتيشن في جين رقم 2. بتطلع من البارا فوليكولار سيلز اللي هي بتسكريت الكالسيتونين. بيقول ان هي بتعتمد على الليمفاتيك سبريد وان هي بتبقى فريكوينت ريفيرب. التريتمنت بتاعها ان هي توتر سيريدكتومي او ان هي برضو بتكون تي اس اس تي اس اتش ديبندنت فعشان كده بديها ايه ايودين. لا عشان كده مش بديها ايودين اللي هي ال 131 ايودين ده ما بيكونش ليه رول. والبروجنوز بتاعها بيكون ايه باد. ده باختصار كده الثايرويد كانسر. احنا بس هنراجع بعض الاختلافات يعني اللي موجوده او بعض الزيادات يعني الموجوده في كتاب الدكتور موافي. اول حاجه هي اختلافات تعتبر سطور كده يعني.
اول حاجه بيقول ان الهاشيموتو ثيرويدايتيس ده بيكون الموست كومن كوز بتاع البرايمري هايبوثيرويديزم في ديفلوبد كانتريز. ومزود في الايتيولوجي بتاع الميكسديما انه ممكن يحصل بريفر ريزيستنت لثيرويد هرمون فيعمل ايه ميكسديما اللي هو التيشوز نفسها مش بتستجيب لثيرويد هرمون. بيقول ان في الهايبوثيرويديزم كل حاجه بطيئه ما عدا المنستريشن يعني بتكون بيحصل لها نيراجيا يعني بتكون كبيره. بيقول برضو من ضمن تفسير النيراجيا احنا قلنا ان هو ممكن يكون بسبب زياده الاف اس اتش والال اتش في حاله مين البرايمري هايبوثيرويديزم. بيقول ان ممكن تحصل برضو بسبب الديبوزيشن بتاع الميوكوبوليسكرايد في اليوترين ماسل اللي ممكن تعمل ويكنس يعني في الايه في الكونتراكشن بتاعها. او ممكن تحصل سكندري ايه ان هي تعمل امنيوريا. وبيقول انه ممكن مثلا بسبب الجونادوتروبين ايه ديفيشنسي يعني. هنا برضو بيقول ان بيتن دي اديما ممكن يكون بسبب الانترادرمال اكيوميشن بتاع الايه البروتين مش بسبب الايه الاديما فلويد. وقلنا ان الاديما دي بسبب الايه الاكيوميشن بتاع الايه الميوكوبوليسكرايد. الكلام ده كله موجود. هنا بيتكلم عن السب اكيوت ثيرويدايتس قصته ايه. بقصته انا بيقول ان انا ممكن يكون عندي فايرال ابر ريسبيراتوري انفيكشن اللي هو دي كافان ثيرويدايتس اللي هو الفايرال انفيكشن او بوست بارتم ثيرويدايتس اللي هو مثلا بعد الدليفري مثلا حصل اوتو بادي اوتو اميون ديستركشن يعني للثيرويد جلاند. فهلاقي ايه بقى ان هي حصل تندر ان لارج ثيرويد وممكن البين نفسه يرديت للفك. قلنا ان هو في الاول بيحصل هايبر ثيرويديزم وبعد كده ايه هو بيكون ترانزيانت وبعد كده بيحصل ايه هايبر ثيرويديزم. طب الدياجنوز بتاعها ازاي عن طريق بيحصل الليفيشن ليه الاس ار وبلاقي الانتي بوديز ان هو ايه اصلا ايه اوتو اميون. التريتمنت بتاعها ان هي ايه اصلا بتكون سيلف ليميتد وبتنتهي ايه بسرعه. هنا بيقول الفرق ما بين البيتيوتري والثيرويد انه في حاله البيتيوتري ما بيبقاش في زي لارج تانج اما في حاله الايه ثيرويد ميكس دي ما بيكون ايه فيها لارج تانج. هنا برضو يعني مفسر الجرعات بتاعه الثيروكسين ثيرابي نفس الجرعات يعني بس بيقول ان هو ايه لازم انا اقيس الثيرويد فانكشن كل سنه او سنتين وزي ما احنا قلنا ان هو بيبقى جرادولي التريتمنت نفسه يعني. هنا في الكريتينيزم بيقول ان من ضمن الكلينيكال بيكتشر بتاعه الولد نفسه ان هو بيجي بايه بجوندس. هو الجوندس ده ليه كذا ميكانيزم مثلا انه بيقول ان نقص الثيروكسين ده بيأثر على الهرمون بيأثر على الانزيم اللي بيعمل كونجيكيشن للبايل فبيعمل جوندس او ان هو مثلا بيحصل ايروشيس كرير او بينزل في اليورين. او بيقول برضو انه ممكن يحصل امبريكال هيرنيا مع الايه السنتر الاوبست اللي احنا قلنا عليها اللي هي اسمها ايه بوت بيلي اوبست يعني. هنا برضو في الجويتر الكلاسيفيكيشن بتاعها سيمبل نفس الكلام بس هنا بيقول انه ممكن يبقى توكسيك جويتر. توكسيك جويتر ده انه في هاي ليفل للتي 3 والتي 4 ممكن مثلا بسبب جريفز ديزيز اللي هو الاوفر برودكشن نفسه او التوكسيك نودولر في حاله الايه البالمر ديزيز او سيكندري توكسوزز سيروتوكسوزز او في حاله انفلاماتري زي الهاشيموتو ثيرويدايتس اللي هو الانفلتريشن بتاع الليمفوسايت او في حاله النيبلاستيك زي ما احنا قلنا ايه في حاله الثيرويد كانسر. كده احنا يعتبر خلصنا المحاضره ان شاء الله يعني. وخدنا الاختلافات ما بين كتاب دكتور عليام ودكتور موافي. اتكلمنا في الاول عن الميكسديما وبعد كده الكريتينيزم بعد كده جويتر واخر حاجه الثيرويد كانسر. يعني ان شاء الله تكون المحاضره كويسه يعني وسامحوني لو في اي تقصير فيها سواء في المحاضره دي او اي محاضرات فاتت. وبالتوفيق لنا جميعا باذن الله.